شعور كان لي أستاذ، خاصة تسجيل هدف أول في فريق مدير الجزائر، يعني بداية موفقة. كان العمل معي بعد أول مباراة في تمريرة حاسمة، وكان لي شرف المساهمة في البطولة الجزائرية. لحسن حتى لسوء حد ما حققناش الثنائية، إن شاء الله هذا العام تكون بداية مربوحة ومقدمة أكثر إن شاء الله. La pression, c'est logique. Il y a quand même une équipe qui a été très bien placée. La pression, je ne sais pas si vous avez vu la carte, je ne sais pas si vous avez vu la carte. Quand je suis dans la pression, le premier match, surtout le premier. المشاركة الأولى في دور أبطال أفريقيا كانت بداية موفقة، وإن شاء الله نتمنى التوفيق في باقي المشروع إن شاء الله.